لم يكن بيننا وبين حماس أي وفاق، اوف لأن حماس فصيل ميليشيا انقلب على السلطة واحتل غزة احتلال، وتركنا غزة درءا للدماء حفاظا على الدماء، وكنا نحاول أن نعمل مصالحة مع حماس باستمرار، مصالحة توسلناها من حماس عدة مرات لأجل أن نحمي غزة من حكم حماس اللي حتودي غزة بمية داهية. فلذلك هذه وضعية العلاقة مع حماس، وضعية نعم، غير ولكن قانونية ولكن دكتور، وشرعية. حماس عملت مصائب، إنها عملت تفاهمات مع العدو الصهيوني، ولا يحق لفصيل أن يعترف بإسرائيل ويعمل تفاهمات. إحنا فتح ما اعترفنا بإسرائيل، منظمة التحرير اعترفت في فلسطين في إسرائيل، وإسرائيل اعترفت في منظمة التحرير. لا يجوز لأي فصيل أو ميليشيا مربوط في أجندات خارجية إنه يعمل تفاهمات مع العدو الصهيوني. عملوا تفاهمات، حملوا لهم المصاري، دخلوا لهم إياها لنص حماس ونص غزة. إسرائيل هذا علاقات مشبوهة، علاقات خيانة وطنية عامة. هاي على كل أن ليش أحكم حماس وأحكم عليها؟ لا، تضرب أنت من جنب المستشفى حيجي يضربوا المستشفى، ولما العميد يتخبى في المستشفى مسحوا المستشفى وقتلوا المرضى وقتلوا الدنيا. هاي جرائم عملتها حماس، بس نضل احنا مخبيين حالنا تحت اصبعنا، بصيرش نضل نتخبى وراء اصبعنا. الواقع واقع والغلط غلط. حماس عملت انقلاب جريمه، عملت تفاهمات مع اسرائيل جريمه، اسقطت علم فلسطين على الارض جريمه، جابت مصاري من خلال اسرائيل. اي نتنياهو نفسه اللي بيقاتلهم هو كذاب، بيقاتلهم مش هو، يتمنى ان يبقى حماس وبده حماس، لان هي اكبر سلاح يضرب فيها منظمه التحرير. نتنياهو بده حماس، مش بدوش حماس، بس بده حماس يعني على حسابه اللي يقلمها ويكشبرها ويظبطها لخدمته. لماذا غادروا معظم زعماء حماس الصف الأول غزة بعيالهم بأولادهم بأحفادهم بملايينهم، وغادروها وهم في أحلى علاقة مع إسرائيل؟ قبل بأكم من يوم ما غادروا كانوا عاملين تفاهمات وعاملين هدنة، والوسطاء موجودين وبيشهدوا الوسطاء على التفاهمات اللي موجودة بين حماس وإسرائيل. كانوا في أحلى حالة، والهدوء على الحدود كان مرتب 100%، وإسرائيل فتحت لهم للعمال 120 ألف عامل، والوقود بيجي لمحطة الكهرباء من إسرائيل، والعلاقة أحلى ممكن، وفجأة يغادروا. هذا السؤال، في عندنا سؤالين بدهم تفسير. يلا السؤال الأول، كيف دخل كل المجموعات المدنية والعسكرية على إسرائيل وإسرائيل نايمة؟ كل يوم بنزور تل أبيب، وبكرة بنزور تل أبيب، وبنزور أمريكا، بنزور كل الدنيا. إحنا زرنا قبل ما أخذنا سلطة، وأنا قاعد مع كل الإسرائيليين وبعرف كل الجنرالات وتناقشت معهم. إحنا ما إحنا حاطين تحت الطاولة ولا بنتخبى، إحنا منظمة التحرير مشروعنا السلمي اللي عملناه بأوسلو العظيمة، في التاريخ اتسجل لفلسطين حدث واحد أساسي في التاريخ هي اتفاقية أوسلو اللي رجعتنا على فلسطين، ونصبنا أول أعلامنا رفعناها على مدننا الفلسطينية. ولكن البعض بيعتبرها هزيمة اتفاق أوسلو، بيعتبروا خيانة هزيمة اتفاق أوسلو، يعني انتم بتعتبروه بيعتبروها، إنجاز عظيم غيركم لا. بعد لنا بيعتبروها خيانة وهزيمة وخراب بيت لفلسطين، وقتلت إسرائيل قائدهم اللي عملها. هذا جنون اسمه، هذا اسمه جنون. خلي الواحد عنده عقل يفكر، ليش إسرائيل قتلت رابين؟ بس أنت عم بتقول حماس انتهت، كيف انتهت؟ انتهت بالوضع اللي صار. مش هي صاحبة غزة، مش هي حاكمة غزة، وهيك صار في أهل غزة. إذا الحاكم اللي صار في شعبه هيك بنتهي ولا ده موجود؟ قلنا لك عبد الناصر يوم انهزم في 5 حزيران قال أنا بستقيل وبطلع، انتهى عبد الناصر، لولا الناس رجعوه. أما حماس لا بتنتهيش، هي الله نزلها بالقرآن. حماس مش بس انتهت، وستحاكم، وستحاكم على كل جرائم. نزلت العالم الفلسطيني ودعست عليك بكنادرها يوم انقلابهم، نزلوا علمنا ودعسوه. انا عسكري بحاكمهم.